خير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. اليوم الثالث لطوفان الأقصى. قد أرست حركة حماس معادلة جديدة ضد الكيان الإسرائيلي. ما هي هذه المعادلة وكيف ستمهد هذه المعركة التي كسر فيها الجيش الإسرائيلي في غزة إلى المستقبل؟ اليوم ضيفي، أهلا وسهلا فيك أستاذ هشام جابر، دكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات. صباح الخير. نحن معك رح نشوف ميدانيا أول شيء كيف صار هذا الإنجاز العسكري لحركة حماس اليوم. هل هذا المشهد يمهد لتغيير المعادلات العسكرية في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة والضفة أيضا يلي اقتربت منها حركة حماس، وبالتالي اليوم تمهد لماذا؟ لمفاوضات مقبلة حول ماذا أيضا؟ بخلال هذه الحلقة رح نكون أيضا مع مداخلات مع بعض القوى اللبنانية اللي هي بتمثل قوى سياسية، التيار الوطني الحر، الهويات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي، لنشوف اليوم كمان الحديث عن إمكانية وحدة الساحات في حال توغل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خصوصا مع وصول السفينة ناقلة الطائرات الأمريكية إلى الشواطئ. صباح الخير مجددا. برأيك اليوم هذا المشهد هو لرسم قطار أو يعني لتغيير مسار القطار، قطار الشرق الأوسط، ولا لا ممكن أن يعدله؟ لا، تغيير يعني للخريطة العسكرية وللسياسية بالشرق الأوسط بعد بكير لنحكي هالكلام. إنما اللي حصل يوم السبت ما في شك أنه عسكريا حدث غير مسبوق، ليس فقط يعني بالعلاقات الفلسطينية أو بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل في عملية عسكرية يمكن أن تدرس في المعاهد العسكرية في العالم. أنا كعسكري توقفت عند تفاصيلها ودهشت فعلا بالطريقة التي نفذت بها. بس كيف يمكن أن تنفذ من دون علم لا المخابرات الأمريكية ولا المخابرات الإسرائيلية ولا المخابرات المصرية ولا الأردنية؟ يعني في إنجاز استخبارات كبير، إنجاز كبير. أولا فشل المخابرات الإسرائيلية بما فيها الموساد والشامبات والمخابرات العسكرية التي أثبتت برأي كل المراقبين عن فشل مطبق. كيف عملوها؟ اعتمدوا المقاتلين كانوا عم يحضروا لها منذ زمن ومنذ أشهر، واعتمدوا الخداع. نعم. واعتمدوا الاتصالات البدائية، يعني ما استعملوا لا انترنت ولا سيلولار ولا اشي ممكن تراقب. اعتمدوا اساليب مدروسة جدا بالتواصل وبالتدريب، وعملوا التدريب علنا مكشوف. واعتقدوا حسب مش انا اللي عم اقول، انا امبارح قلتها بس اليوم بدك تقري مزبوط توماس فريدمان اليوم مقاله في نيويورك تايمز رائع عن هذا الموضوع. نعم. هذا بيحكي كل شيء. بيقول بالتواصل مع نحوم برني، هيدا اسرائيلي صار له 50 سنة من اهم كتاب يدعوة احرانات، قال له كل الحروب انا عشتها، هذا اسوأ يوم عسكريا في تاريخ اسرائيل. نعم. وكيف صارت؟ بيقول ان المخابرات الاسرائيلية استخفوا بهذه التدريبات اللي كانوا مكشوفة انه بدهم يعبروا هذا، واعتبروا انه تهويل لا يمكن ان يقوموا به. انتبه. بعدين هذا الجدار اللي كلف اسرائيل مليار دولار، انت بتتصوري كيف تم العبور؟ وبعدين تم العبور بسدية تامة، مش بس من البر، من البحر في نفس الوقت، تحت وابل من الصواريخ 3000 صاروخ. انا فوجئت. نعم. أنا معلوماتي لحد امبارح أنه المقاومة في غزة تملك 20-30 ألف صاروخ في أقصى حد، وإذا بدها تطلق رشقة صواريخ 100-200 ماكسيموم، هيدا لوجستيا وعسكريا. 3000-4000 صاروخ في نفس الوقت شلوا القبة الحديدية، وتحت هذا طائرات مسيرة دقيقة وعبور بكفاءة وببسالة كفاءة. نعم. وبسالة مطلقة ومعرفة وثيقة بالأرض، هيدا عسكريا بتفسر. هلأ فشل الاستخبارات، صار في فشل، مع أنه إسرائيل تدعي أو في دعاية أنه مخترقة التنظيمات الفلسطينية
من حيث الاستخبارات. نعم. فهذا الواقع أثبت العكس. طب هذا الواقع ما قامت به حركة حماس، حتى العدد الصواريخ والطريقة مش التي... بس حماس، أنا انتبه الجهاد الإسلامي والجهاد الإسلامي، بس هن ما قاموا به هو وحدهم، هو واضح أنه بالتنسيق مع حركات مقاومة، يعني مع حزب الله، مع إيران. لا 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 وحدهم؟ لا 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 شو لا؟ لا لا، السر محفوظ، مش بالضرورة لا التنسيق. كلهم اللي بيجوا بيقولوا لك كأنه إيران كبس تعزنا يا تنروح. إيه؟ لا لا، إيران حليفهم. نعم. وما أنكرت أن حليفتهم إيران، من جابوا أسلحة لها، كيف تسرب على غزة هذا الطائرات المسيرة، فأسم في دقة في طريقة، غزة محاصرة كلها. نعم. كلها سوا، يعني واحد يسأل كيف وصلت التكنولوجيا فككي وهن ركبوها كيف صار. إيران لم تنكر أنه هي تدعمهم. طيب هيدا توماس فريدمان بيقول قطر قدمت لحماس، لحماس هو عم بيقول 3 مليار دولار حتى الآن خلال 10 سنين. طيب كمان ما قطر هي دولة خليجية وكمان هي دعمتهم، ليش ما منقول؟ نعم. طيب أما ساعة الصفر ما حدا عارف فيها، أنا بعتقد لحظة بالله ولا إيران. منهم من ربط زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان أكثر من مرة، وحتى قاءان إلى لبنان. منهم من ربط يعني هذه الزيارات ولقاءات المسؤولين الإيرانيين مع مسؤولين في حركة حماس ومسؤولين في حزب الله. منهم من ربط هذه الحركة بما حصل في غزة. نعم. في تنسيق مستمر، في اجتماعات مستمرة، هدول حلفاء، ويمكن عايلينهم في يوم ما من نقوم بعملية ترعب الإسرائيليين، بس مش بالضرورة عسكريا يسربوا الخبر قبل. نعم. لا، هذه كمان مش آمنة، مش أنه خوفا من أنه حدا بحزب الله أو بإيران حفاظا على المعلومة، حفاظا يعني على المعلومة، لأنه كمان الاتصال مهما كان بضل معرض للمراقبة وللخطر مهما جفرتي. هلأ المهم مش هذا الموضوع، هذه العملية العسكرية تدرس، أنا برأيي يجب أن تدرس في المعاهد العسكرية بكل العالم كعمل عسكري غير مسبوق. نعم. اليوم مع كل احترامي للحركات المنظمات الفلسطينية، يعني من 50 سنة لهلا منذ تأسيس حركة فتح وكل التنظيمات، فيك تقولي لي ماذا حققت خلال 50 سنة؟ نعم. شيء يؤذي العدو الإسرائيلي وصفعة جامدة أكثر ما حققوها الجماعة ب5 ساعات، 50 سنة ما بيجي 5 ساعات. هيدا باختصار. برجع بذكري مقال توماس فريدمان اليوم في نيويورك تايمز بالتعاون مع النحوم بيرني، رائع جدا. هو يصف كل مقال طويل عديد بيصف كل الموضوع كيف صار عسكريا. أنا قريت كتير امبارح واليوم وسمعت كتير وحكينا على محطات وتواجهنا مع الناس، بس أنا صحيح توقفت عن هذا المقال اليوم، لا هو من امبارح مكتوب، لأنه رائع جدا. وهذا بيقول لك أنه الفشل، فشل عسكري، فشل استخباراتي، شجاعة، بسالة، كفاءة قتالية، هو عم يحكي عن المقاتلين، وسرية تامة. واللي صار أنه بيقول لو قدروا وصلوا على الأراضي الإسرائيلية وزرعوا العلم الفلسطيني، هذه صفعة لإسرائيل. نعم. كيف فاتوا على 5 ضياع وأسروا هالعدد الكبير وقتلوا هالعدد الأكبر؟ خسائر إسرائيل بكل الحروب من 67 لهلأ لم تبلغ بأي حرب ما بلغته هذه المرة من خسائر بشرية ومن أسرى. نعم. اليوم أنا باختصار بدي أحكي، امبارح كنت على الارتي عم بقول له عم تسألني إذا بصير، هلأ لفت نظري أنه مفاوضات حتما. اليوم إسرائيل تتحمل خسائر بالمعدات وبالسلاح قد ما بدك، بس بشريا أمريكا جسر جوي. نعم. تعمل له، وهلا سمعنا قديه 8 مليار وغيره، ولا معودين عليه. خسائر البشرية ما بتقدر تتحملها، وأكثر من الخسائر البشرية الأسرة، جلعات شليط. من شان جلعات شليط اللي بقى 4 سنين أسير بغزة، أفرجوا عن 1200 وكذا مسجون في فلسطين كرمال جلعات شليط. اليوم عم تحكي عن 70-80. نعم. أو 100 أسير. لذلك أنا برأيي إذا بدنا نتجه نحو المفاوضات، وهلأ أنت بدك تقولي لي شو سمعتي، معناتها أنه إسرائيل ستسعى بكامل قواها اليوم
ان توقف القصف. هذا سيناريو، وتبدا من المفاوضات مع الفلسطينيين بغزه من خلال الوسطاء الاردن مصر قطر اذا كان للافراج عن الرهائن. انا سئلت امبارح انت محلهم شو بتطلب؟ انا محل الاخوه الفلسطينيين المره بعمل صفقه، انما هذه الصفقه يجب ان تكون بشرطين، لن يبقى سجين فلسطيني واحد بكل السجون، بس ثانيا فك الحصار تماما بضمانه دوليه عن غزه وخلص. هيدا او شرطين. ساعتها فلتهم، قلت لي قواعد الشباك بدات امبارح قواعد الشباك. قصدي اليوم هل ستكتفي حماس فقط باطلاق السرح باطلاق الاسرى من السجون الاسرائيليه وفك الحصار عن غزه، ام انه اليوم لا في تغيير معادلات ستفتح ستفتح هذه المعركه باب المفاوضات الجديه تمام. على اعتراف اسرائيل بحركه حماس اذا كانت مستعده اسرائيل حبيبتي. اول خطوه لن تكتفي، وانا بعتبر انه المفاوض اللي بيكون بايده اوراق قويه لازم يعلي طلباته، يطلب الماكسيموم ليحصل على الشيء المطلوب. عم اقول الشيء اللي ما في جدل فيه هن المساجين نعم، وهن فك الحصار على غزه، بعدين اكيد عندها طلبات. اليوم هذه إلا تداعيات، حصلت التداعيات خلاص نعم. إلا الكون انتشرت يعني بعد التصدعات عم تطلع. الاتفاق المرتقب بين السعودية وإسرائيل تصدع أو جمل وأنا برأيي أعطوا السعودية كريدت وأتوه. أنا محل السعودية بقول لهم شكرا، لأن أنا قلت ما بدي طبع، أنا سعودي ما بدي طبع إلا بحل الدولتين، إلا بحل الدولتين وأعطاء حق. انتوا عطيتوني ورق اويال نعم. يعني هذا السؤال اليوم، لانه السعودي عم بيقول انا ما بطبع الا وفق المبادره العربيه للسلام، هل يمكن ان تكون المعادله الجديده التي ترسيها حماس انه نزع انتزاع اعتراف اسرائيلي مش بس بفك الحصار ومش بس بتبادل الاسرى ومش بس هيك، لا بالذهاب ابعد الى اعلان دوله فلسطين؟ هذا اذا حماس قبله، لانه حماس مش قبلانين اصلا بحل الدولتين. هلا هذا مطلب، وهن يمكن يوصلوا، هلا ما فينا نحكي انا وياك على الطاوله شو بدنا نعمل نعم. بس ممكن تقبل اسرائيل قبل ما تدمر حكومه نتنياهو بهذا الفشل الذريع، لانه هلا في مأزق، او بده يرد عسكريا سامع، او بده يعمل انجاز سياسي معين تماما. طيب ما بيقدر غير هيك والا انتهى. لذلك انا برايي عسكريا هون بدي بلش شوي الى عواقب الرد العسكري والدخول الى غزة. جربوه مرة واثنين وثلاثة لن يحل المشكلة. وبتتذكري كل مرة، هل يا ترى بعد ما دخل الى غزة اكثر من مرة وتكبد خسائر ووقع ضحايا مدنيين، هل يا ترى قزم حماس والجهاد الاسلامي؟ على العكس، هن بيقولوا ازدادوا قوة اضعاف المرات، مثل ما حصل مع جنوب لبنان 2006 الهدف تدمير المقاومة، بالنتيجة بعضهم عم بيقولوا ازدادت المقاومة في لبنان قوة أضعاف. طيب هلأ هو بده يقعد، إذا بده يدسوا سيناريو بعد سرة ثلاثة أيام، اليوم الثالث ما قرروا بعد التصرف العسكري، هو أعلن الحرب وأعلن تدبير رقم 8. تعرفي شو التدبير رقم 8؟ لأول مرة من 73 في تدبير رقم 8 اللي هو استدعاء الاحتياط واعلان تعبئة العامة وبحالة حرب لوجستيا عسكريا واستخباراتيا. كل شيء ما حصل لا باجتياح لبنان ولا بحرب ال 2006 ما صار، معناتها عم يستعد للحرب. في نفس الوقت الحرب وين؟ مين بدك تهاجم؟ غزة؟ غزة مقبرة للجيش النظامي ولأي جيش نظامي. هلأ في أنا درست عسكريا وأكيد امبارح كنا منشور أنه في احتمال عسكريا أنه يقسم غزة لأربع قطاع غزة لأربع مناطق، أو جيتو أو كونتون، ويفصلن عن بعضهم بشكل مثل ما عمل بالضفة الغربية جنين ونابلس وإلى آخره، ويمنع الاتصال بيناتهم تمهيدا للقيام بعمليات عسكريه متابعه الحصار على كل مربع منهم
لوحد باستثناء مدينة غزة لأنه صعب عسكريا الدخول إليها كونها مدينة مكتظة ومثل ما قلنا مقبرة. وفي إن مين وايل عم بيتابع هو القصف الجوي وصار لحد هلا عنده 800 هدف بنك أهداف بغزة كلها أهداف مدنية. صدقيني امبارح شو مدمر مستشفيات وجامعة اسمه بنك وبرج نزل على كل سكانه. يعني هو الإسرائيلي اليوم عم بفش خلقه بالمدنيين بغزة. هل يستطيع أن يتابع؟ قلت لك السيناريو العسكري مع تقسيم غزة إلى مربعات من رفح مثلا عرفتي ودير حنون إلى آخره هو بيعرف يقسمها ويتولى قوة عسكرية كما قيل تنظيفها يعني. نعم. هلا الحل السريع لأنه عندك أنت رهائن وعندك جرحى بيناتهم وطلب تسليم الجرحى الأسرى الجرحى ودخلت مصر بوساطة رفضوا الفلسطينيين أنه اسمحوا لنا فيها على المرة. نعم. لذلك هو مستعجل والمجتمع الإسرائيلي عم يضغط عليه كتير من شان الأسرة في نعم. منهم مدنيين وفي منهم كبار بالسن ومنهم ضباط ومنهم عسكريين والآخري. هلأ بده يحل مشكلة الأسرة إذا بدأت مفاوضات مع برا فريق ثالث أنا بتصور ستتم التهدئة بديك يومين ثلاثة لحتى يتوصلوا لصيغة معينة. نعم. بس خليني أقول أنه في هذا الأثناء نحن عم نشوف صور مباشرة من غزة وبعد قليل كتائب القسام ستعرض مشاهد لاستهداف طائرات العدو بصواريخ أرض جو وتكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة دخلت إلى الخدمة. وهون منقول أنه بعد يعني هن بعد المواجهة موجودة وحتى عم يوعدوا بالمفاجآت بالمرحلة المقبلة بالأيام المقبلة سيما أنه في كلام عن إمكانية دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة وفي كتار عم يوصفوا إمكانية هذا الدخول إلى أنه غزة ستكون مقبرة للإسرائيليين كما سبق وذكرت حضرتك بأنه ما بيقدروا أي جيش نظامي يفوتوا على غزة. هون عند هذا بيقدر يفوتوا بس بتحملوا خسائر كبيرة ما بيقدروا يبقوا. بس إلى أي مدى اليوم قادر الإسرائيلي أنه ما يفوت على غزة وقدي قادر يفوت على غزة لأنه من ميلين كسرت هيبته بطل هذا هو الجيش الذي لا يقهر بل قهر في قطاع غزة. فهو هلأ بين احتمالين أو يفوت على غزة لاستعادة ما خسر من هيبة أو ما يفوت على غزة لأنه بيعرف أن الدخول على غزة هو سيكون له ثمن كتير كبير. تمام. ما بيقدر إلا يقوم برد مش ممكن ما يعمل شيء إنجاز فيه لأنه خلص انتهى سياسيا يعتبر. وبعدين عسكريا الرد عسكري أين سيكون الرد العسكري على كل غزة بقصف جوي وبحري أو بالدخول عسكريا؟ قلت لك الدخول عسكريا دونه نعم. يعني خسائر. بدي أشوف أنا المكسب والتكاليف. التكاليف رح تكون جسيمة إلا إذا قسمها مثل ما قلنا على الخريطة إلى مربعات وبدأ بالدخول العسكري إلى القسم الأضعف. ما تنسي غزة بالخريطة مطوعة ما عندها إلا معبر رفح مع مصر والباقي كله نعم. جانبها على نعم. ثانيا أنا بدي فوت أنا محل الإسرائيلي بدي فوت على غزة ما بدي حرر بالقليل حرر أو بالأحرى محل ما بعدهم المقاتلين الفلسطينيين عم بيقاتلوا بغلاف غزة وفي بعد نعم. لهلا المعارك بعدهم ما قدروا يطلعوهم وهن الظاهر لح انت عرفتي فاتوا 150 بالاول وصاروا يزيدوا. يعني مجموع الفلسطينيين الفدائيين اللي دخلوا الارض المحتله فلسطين المحتله ما بيطلع 700 800 في وجه جيش الدفاع الاسرائيلي وكل ما كانت الهائله. هذا ما حدا بيتصورها عسكريا ممكن تحصل وحصلت وبعد مستمرة حتى هذه الساعة. نحن بنقول اضربوا هرب ضربوا مهربوا بعد نعم. في كلام أيضا عن أنه اليوم دخول الإسرائيلي إلى قطاع غزة سيكسر الخطوط الحمر وبمجرد كسره للخطوط الحمر هذا قد يمهد لفتح جبهات أخرى على الإسرائيلي منها جبهة لبنان. على لبنان نحن عم نطرح علامات استفهام في هيك كلام اليوم بلبنان أنه اليوم حزب الله ببيانه الأول واضح أنه كان
يعني هذا رد على مسار التطبيع، ولكنه ربط أي تحرك له بخرق الخطوط الحمر من قبل الإسرائيلي. صحيح، الخطوط الحمر ليش أنت هو ما خرق الخطوط الحمر بغزة؟ لا نعم، يعتبروا أنه إذا دخل على غزة ما دخل اليوم غزة ميرانا، ليش هلأ رسمنا خط أحمر؟ أنا ما هذه قصة الخطوط الحمر. إسرائيلي بعتقد يخترق دائما الخطوط الحمر، وأن نفترض نكون واقعيين دخل بكرة على غزة عسكريا، هل بالضرورة ستفتح الجبهة اللبنانية؟ أي هذا السؤال. هذا كلام سمعته أنا اليوم. نعم. بس ما بعتقد حزب الله أعقل من أنه يستفز ويستدرج بهذه الطريقة. طيب خليني انتقل للنائب بلال عبد الله، دكتور بلال عبد الله يلي راح ينضم لنا عبر تقنيه الزوم. صباح الخير دكتور. صباح الخير، تحيه لك لفريق العمل، لضيفك الكريم ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا. هلا حضرتكم انتم حضرتك وعدد من زملائك بمجلس النواب عندكم لجنه، ولكن اسمح لي اليوم في كلام، طبعا مواقف رئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط واضحه بسياق ما يحصل في فلسطين المحتلة في غزة، ولكن اليوم الكلام اللبناني خلينا نقول عن إمكانية إذا في حال اخترق الجيش الإسرائيلي الخطوط الحمر في قطاع غزة فهذا يمكن أن يفتح جبهة لبنان، يعني حزب الله. بدي أسمع موقفكم من هذا الموضوع ورأيك بهذا الموضوع. أعتقد الموقف أعلن، نحن بالنسبة لنا ما حصل هو انقلاب لصورة الصراع العربي الإسرائيلي، هي صفحة مضيئة في تاريخ المقاومة ضد هذا العدو المغتصب، ولا يجب أن نذهب دائما مباشرة إلى بداية عد الخسائر هنا وهناك. نحن في الوقت الحاضر في زمن انتصار الشعب الفلسطيني، انتصار حركة حماس، كيف ستتطور الأمور؟ إلى أي مدى؟ ماذا يحضر العدو الإسرائيلي لينتقم لكرامته ولجيشه ولشعبه أمام هذه الهزيمة الكبرى؟ وماذا يحضر له الغرب من دعم؟ ننتظر، لا يجب أن نستبق الخطوات. موقفنا واضح في التعاطف والتضامن مع قضية هذا الشعب، وأوضح أيضا بأنه فتح صفحة جديدة. نعم. للصراع العربي الإسرائيلي، إنه الانتصار الثاني بعد 73، الانتصار الثاني أكيد بعد 2006 تحرير لبنان، ولكن هنا نتحدث عن معركة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وليس في لبنان. أصدق أعتقد موضوع لبنان وبقية الساحات لا يرتبط فقط بالقرار السياسي، يرتبط أيضا بردة فعل والخطوات التي سيقوم بها العدو الإسرائيلي. وهنا يعني أعتقد كلبناني تقدم اشتراكي لا أستطيع إلا أتضامن مع الشعب الفلسطيني وأقول إذا كان هناك من قرار بتوحيد الساحات فلتفتح كل الساحات وليس فقط ساحة لبنان. لأنه لبنان ماذا يعني هذا الكلام؟ أصدق إذا في قرار بفتح الساحات بالصراع مع إسرائيل، بالحرب مع إسرائيل، أنه مش بس لبنان يكون في حرب من لبنان سوريا وهيك أصدق؟ صحيح، لأنه إذا كان هناك ضرورة لما يقال عن توحيد الساحات. نعم. لتخفيف الضغط عن غزة بحال حيكون هناك حركة انتقامية إسرائيلية. صح. إيه نعم، فلا يجب أن يبقى لبنان فقط هو ساحة الصراع، تفتح كل الساحات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المهترئ للدولة اللبنانية لصعوبة إمكانية الصمود وغياب قوة الصمود الشعب اللبناني، لكن نثق بحكمة ودراية أصحاب القرار بهذا الشأن أنه يخدين بعين الاعتبار. قصدك حزب الله؟ إيه أكيد. يعني حضرتكم يعني عم تقول حضرتك أنه تثقون بقدرة حزب الله على اتخاذ القرار المناسب في هذه المعركة، بفتح معركة أو بعدم فتح معركة؟ أعتقد حتى الآن الرد الذي قام به حزب الله امبارح واضح أنه وجه رسالة أنه ليس بصدد فتح الحدود، الفتح الجبهة بلبنان، هو يأخذ بعين الاعتبار الوضع الداخلي اللبناني، يأخذ بعين الاعتبار وضع الاقتصاد الاجتماعي وغياب قوات الصمود. نعم. ولكن أعود وأقول متطلبات المعركة وتوسعها ومدى الرد الإسرائيلي لن يكون يعني مرتبط فقط بهذه التفاصيل مع أهميتها. نعم. هناك ستكون معركة مفتوحة. أعتقد
أصحاب القرار خاصة في لبنان يملكون من الحكمة، ونتمنى أن يكون أيضا عندهم نفس الدراية لصعوبة وضع الشعب اللبناني ووضع اللبناني الداخلي. طيب بدقيقة دكتور بلال، بدقيقة واحدة، الرئاسة طارت. بالعكس، ربما هذا هو الظرف وهذه هي الفرصة ليلتقط اللبنانيون أنفاسهم ويجتمعون على كلمة سواء لتحصين الجبهة الداخلية وتحصين لبنان في وجه المستجدات الخارجية لمصلحة رئيس توافقي يعني بين اللبنانيين. أنه قد يكون هذا هو الظرف، إنه زمن التسوية الداخلية، زمن التوافق على خيار ثالث لا يستفز أحد، لا يعتبر أحد أنه مرشح تحدي. نعم. لكي نستطيع مواجهة المرحلة المقبلة. شكرا لك دكتور بلال عبد الله على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شو رأيك دكتور؟ يعني بدي أرجع على الكلام يلي قريناه كلنا الصبح عن إمكانية أنه أحداث أي خرق للخطوط الحمر. كنت عم تقولي دايما إسرائيل تخرق الخطوط الحمر، أوكي، بس عم بيقولوا اليوم إذا في حركة انتقامية خصوصا مع وصول السفينة، سفينة حاملة الطائرات الأمريكية، هيدي وصولها يوحي بأنه في عملية عسكرية ضخمة جدا يريد أن يقوم بها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، وهذا يمكن أن يفتح الاحتمالات على مصراعيها. لا، أنا بعتقد هذا موضوع يختلف. وصول حاملة الطائرات جيرارد فورد لتعزيز الأسطول السادس هي موقف أمريكي طبيعي لمساندة إسرائيل مقابل هذه الضربة الكبيرة اللي تلقتها امبارح، يعني شيء طبيعي. يعني ما بتصور أمريكا بتضل ساكتة بس بتستنكر، ما هي الحليف الأساسي والدعم الأساسي. يعني مش إنه بيوحي هذا الموضوع. لا لا لا، أرسلت وهددت لمعلوماتك، أنا وصلني من مصدر دبلوماسي، ضحكت، مصدر دبلوماسي غربي امبارح بالليل خبرني، قال لي وصلي، بتعرفون الأمريكان وبتعرف المارينز وبتعرف الهيدا، يمكن التوقيت بين هلالين 40 سنة لتدمير مقر المارينز في مطار بيروت. صار ب 23 أكتوبر سنة 83، يعني 40 سنة. هلأ حملت الطائرات جيرارد فورد اجت بالمناسبة لتدعم إسرائيل تجاه هذه هذا الانكسار يعني والصفحة، وهددت بنفس الوقت، هو اللي عم بيقول لي المصدر، هددت الحكومة اللبنانية أو أخبرت أنه في حال دخل لبنان، يعني حزب الله فتح الجبهة مع إسرائيل، هي يمكن أن تشترك بـ80 طائرة F-16 وغير 16 لدعم إسرائيل بدخول مباشر يعني تخطف الضاحية ويمكن هدفها. هذا كلام أنا يعني ما مش أنه أخذته بس بستخفي، لأن بعرفهم جيدا الأمريكان، هذا عملية تهديد فقط. نعم. ومش موضوع غزة، موضوع اشتراك جبهة مع جنوب لبنان أهم بكتير من عسكريا من الهجوم على غزة. يعني الجبهة مع جنوب لبنان كنا عم نحكي، لا أحد يتجرأ ولا إسرائيلي نتنياهو وغيره أن يفتح الجبهة مع جنوب لبنان، لأنه بده يفتح جهنم عليه إلا مرارا. هو يتمنى أن يفتح حزب الله ويضرب أول صاروخ بما يسمى الضربة الأولى فيرست سترايك، ليصبح في موقف المدافع. نتنياهو حذر من قبل الرئيس الأمريكي ترامب وبعد منه بايدن إنه ما تبدأ الحرب مع جنوب لبنان، نحن ما قادرين إنه نساندك ونتورط بحرب في هذه المنطقة ربما مع روسيا، هذه قبل أوكرانيا. الرئيس الروسي بوتين نبه مرارا، نتنياهو بالمناسبة زار موسكو بهالعشر سنين سبع سنين أكثر ما زار واشنطن، قال له الرئيس بوتين اوعى تفتح الجبهة مع لبنان لأنه نحن موجودين في سوريا وفي جنوب سوريا، وسترتد الحرب مع جنوب لبنان تصبح اقليميه. شو موقف روسيا هلا من هذه؟ وهلا روسيا ما عم تسمعيهم، بدها تجرب تلعب دور الوسيط. وسيط. بس هي ميله بعواطفها لانه شايف الامريكان عم يتحركوا. لمين ميله؟ هي تاريخيا روسيا حليفه اسرائيل. هلا حليفه اسرائيل لا، ولا حليفه العرب، عم تشوفي روسيا عم تلعب دور ذكي جدا. حليفه اسرائيل المرغمه
لأنه إسرائيلي مضطر يكون حليف. هذا حديث بطول معنا وقت. نعم. عندك النخب في روسيا كلهم يهود، والنخب الإسرائيليين اللي أصلهم روس اللي هن نخب في المجتمع الإسرائيلي. هذا بيثبت لك معنى العلاقة والوثيقة بين الاثنين. نعم. ودور روسيا. هلأ في موضوع أهم معنا وقت نحكيه، اليوم تحركت الصين. الصين من وراء سماحك الصين ما عم تتحرك عسكريا ولا عم تحكي عسكريا، بس أنا عرفت أنه أوصلت لي الرئيس بشار الأسد رسالة أنه في أي عدوان سيحصل بهذه المنطقة نحن الصين لن نقف على الحياد. وعندها وسائل الصين كتير، لو ما دخلت عسكريا لهون للمنطقة حذرت أمريكا. نعم. تايوان تكلب لقمة. ثانيا كوريا الجنوبية بتسلط عليها كوريا الشمالية. لذلك الموضوع مش باختصار، بده نحن قادمين على أحداث خطيرة وخلط أوراق جديدة. نعم. هلأ الاتفاق قلت لك السعودي الإسرائيلي جمن، رح نحكي عن هذا الموضوع إلى أي مدى اليوم هذه المعركة جمدت المسار التطبيع يلي حكي عنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بآخر مقابلة، ولكن هو كان بدأ منذ فترة وكان رغم الحديث عن أنه هو لا تطبيع من دون حل الدولتين. كيف هذا اليوم ما حصل عم بيأثر على هذا المسار؟ إذا بجمده أو يعني بيحوله لمحل تاني لنشوف. بس بدأت أقف مع فصل إعلاني قصير ونرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي دكتور هشام جابر، بدي أرجع رحب فيك. كنا عم نحكي قبل الفصل الإعلاني عن مسألة مسار التطبيع، وأنه هذه العملية تأتي ردا على مسار التطبيع، خصوصا أنه مش من زمان، من أسبوعين يمكن فقط أسمعنا ولي العهد محمد بن سلمان بمقابلة تحدث فيها عن هذا الموضوع، ولكن طبعا موقف الثابت للمملكة العربية السعودية أنه أرفق هذا الموضوع بمسألة حل الدولتين. اليوم كيف يمكن لهذه العملية أن تؤثر على هذا المسار؟ يمكن أن تساعد. تساعد شو؟ أول أن جملت هلأ تساعد على تطبيقه وعلى رفضه. يعني التطبيع هلأ لدى المملكة العربية السعودية رصيد منحته يهو المقاومة الفلسطينية لتقوي موقفه بالتفاوض مع إسرائيل. عال بقول لهم عال التطبيع، هن صار مضطرين بناء على المعطيات الجديدة على الأرض أنهم يقبلوا بحل الدولتين. هو بيكون كسب حقوق الفلسطينيين وبرر التطبيع. ليش حماس تقبل بحل الدولتين؟ بدهم يقبلوا من النتيجة. أنه إسرائيل هي إسرائيل بيناتنا يعني بالمبادرة العربية للسلام بوقتها قبلوا السلطة الفلسطينية فتح يعني وقبلوا العرب، بس أنه هي ما قبلت. إيه بوقتها اتفاق أصله اللي طلع حبر على ورق. نعم. وشو كان أساس مستقبله؟ الدولتين. نعم. بالنتيجة طلعت الدويلة الفلسطينية المسح يعني صفى رئيس السلطة الفلسطينية بده إذن من إسرائيل لحتى يسافر. صحيح. فأي دولتين، لذلك إسرائيل أخلت. نعم. باتفاق أوسلو. طيب. هلأ إذ فيهم يقولوا حماس بالاتفاق مع الفصائل إنه طيب نحن ما بدنا نقبل بحل الدولتين، معنا ثقة بالإسرائيليين، تتفضل أنتوا عملتوا اتفاق أوسلو يا فتح ويا سلطة صار السلطة معهم يطبقوا قدامنا اتفاق أوسلو كمرحلة أولى بحذافيره من شوف إذا كان يمكن الثقة إذا عملنا حل الدولتين يكون لدينا دولة لأننا الفلسطينية. بس أنه شعار حماس وحركة الجهاد وهذه الحركات اللي هي مرتبطة يعني بمحور اليوم بالمنطقة هي شعارة من البحر للنهر. مزبوط. مش من البحر إلى النهر يمكن، لكن إسرائيل لا فيك تدمريها لا من البحر ولا من النهر نهائيا. ما في بعدين في دولة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، إذا تفككت أمريكا مثل ما تفكك الاتحاد السوفيتي لكل حادث حديث. وأنا حسب دراساتي بالتاريخ وبالحاضر وبالمستقبل وبالأرقام وكتار بوافقونا، إسرائيل ستنتهي بيوم ما، تنتهي من الداخل مش باحتلال عسكري، لأنه ما حدا بيقدر ينهيها عسكريا بوجود أمريكا. خليها تقتنع
اكيد حماس وغير حماس وجهاد الاسمين عارفين هالكلام، انما بيقدروا يطلعوا من مبادئهم العامه هي هذه الشعارات اللي اوصلتهم الى القمه. نعم. الى القياده. لكن حبيبتي وقت اللي بيقعدوا على الطاوله كل فريق لديه اوراق اقوى بيقدر يحصل على شروط اقوى. اسرائيل اليوم في مأزق، مأزق سياسي ومأزق عسكري، كل حملة طائرات جيرارد فورد وغيره ما رح تنفعها، وانا مش شايف حملة طائرات رح تخصف لبنان وجنوب لبنان ومراكز حزب الله، حتى لو اضطر حزب الله يدخل بشكل ما بالمعركة. بس حتى الآن وجواب على كل اللبنانيين، أنا مثل ما قالوا ضيوفك ومثل ما قالوا مراسلينك، أنا مقتنع بنسبة كبيرة جدا أنه حزب الله أعقل من أن يدخل بفتح الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، لأنه هذا ما يتمناه نتنياهو. وأكثر من مرة صرح السيد نصر الله نحن لا ندخل معركة هن يستدرجونها إليها. عمل واجباته قال السبب. بس اليوم ممكن أن يعتبر السيد نصر الله بأنه من واجبه اليوم مساندة الفلسطينيين. صحيح، من واجبه مثل ما قال لك ضيفك الكريم، كل اللبنانيين يتفضلوا، العرب كلهم خلونا للآخر بالأول، يعني مش نحن من نكون لبنان أول رأس السهم. والسيد نصر الله عارف هالشيء، وانا عارف ابن الجنوب وانت ابن الجنوب، بتعرف الجنوب اليوم بحاله رايقه تماما كانه ما صار شيء امبارح. والرسائل اللي ارسلها حزب الله كانت ممتازه وموقته وضمن القانون وضمن القرار 17/1 وضمن قواعد الاشتباك ورسائل ناريه، وقلنا امبارح على الصحافه الاجنبيه يا عمي هذه ارض لبنانيه محتله اللي قصفها حزب الله، مش ارض فلسطينيه. نعم. محتله. ويوم اللي بتشوفي وحتى اسرائيل، انا اللي عرفته انه بعثت للجانب اللبناني عبر اليونيفيل انه رجاء لا نريد التصعيد. معناتها شيء ممتاز انه اسرائيل ما بدها التصعيد. طيب عندنا مراسلنا رامز القاضي وحتى كمان مراسلنا محمد فرحات، هن من امبارح موجودين بالجنوب ليتابعوا الحالة على الأرض. هلا بعد شوي رح ينضموا لنا. هلا بيقولوا لك رايقة. هلا ايه رح يقولوا لي رايقة. هلا هو فعلا اليوم بلبنان يعني أول شيء المشاعر جدا إنه متضامنة. طبعا. وفي فرح كبير باللي صار يعني بغزة، لأنه في انتصار كبير تم تحقيقه من بعد 50 سنة إذا بدك ما كان، بس ولكن أيضا في خوف كبير بنفس الوقت إنه لأنه الوضع الداخلي اللبناني ما بيتحمل حرب. تمام. وبالتالي اليوم كل الأسئلة عم بتدور حول هذه النقطة، ماذا لو تطور الوضع في المنطقة ودخلت المنطقة كلها بحالة حرب؟ المنطقة كلها بحالة حرب، ساعتها إذا نحن ما عندنا خيار. صح. ما بدنا نكون متفرجين. بس أنا قلت لنا مرارا ومن وقتها بقولا، كلهم كانوا يحكوا بال 2006 2008 2010 2000 تعمل مناورات إسرائيل ويقولوا خطر حرب حرب حرب. قلت لهم يا عمي إسرائيل ما بتتجرأ تكون البادية بالحرب. هلا وصلنا لهون في هالمعادلة، أنا قلت مرارا وزعلوا. نعم. من البعض، اولا نتنياهو مثل ما قلت لي يتمنى الحرب مع لبنان ليخرج من السيكل فيسيو او مشاكله الداخليه وزادت عليهم غزه. هذا الوقت بالذات ما بيقدر، يمكن اذا تفرغ وانتهى مع غزه يتمنى الحرب مع لبنان حتى يحقق انتصار ما، لكن بيمنعوه الكل كما ذكرت. حزب الله يدرك انه اذا كان ردع إسرائيل يعني قواعد الاشتباك في موقف الرادع لإسرائيل في موقف المدافع عن لبنان إذا اعتدت إسرائيل، معظم الشعب اللبناني وراء، معظم الشعب اللبناني دون استثناء، ما حدا بيقدر يلوم حزب الله إذا اعتدت إسرائيل ليش عم تدافع وليش أطلقت صواريخك. الوضع يختلف إذا هو بدأ بفتح الجبهة، وبقول بصراحة معظم حتى بيئته ما بتكون معه. انت البيئة برأيك هيك، بس اليوم عم نشوف تضامن هائل يعني مع حتى من البيئة واحتفالات بيئة وغير البيئة، بيئة حدا بلبنان من كل الطوائف، شوف التصريحات. نعم. يا عمي كل عربي عنده دم اليوم مفروض يفتخر باللي حصل. نعم. نعم. نحن من الناس اللي كان عندنا يأس من إمكانية تحريك
القضية الفلسطينية، وخاصة امبارح بعد ما صارت الحرب بالمخيمات بعين الحلوة وبغيرها وقتلوا بعضهم. نعم. يعني اسنا اللي حصل امبارح قلب كل المقاييس والموازين وأعاد نعم. إلينا الأمل. بدي انتقل لزميلنا رامز القاضي اللي راح ينضم لنا من الخيام. صباح الخير رامز، يعطيك العافية، من امبارح عم نتابع نحن وياك الأرض في الجنوب، تفضل كيف يبدو مشهد الأرض اليوم؟ صباح الخير إليك جوزيفين وللعميد هشام جابر ولجميع المشاهدين. نحن هنا متواجدون، بداية أنا متواجد في الخيام قبالة مستوطنة لومطلي، يعني لحظات الترقب لا تزال هنا في الجنوب، هي التي تسيطر ومخيمة على هذا واقع هذه الحدود. منذ يعني في الرسائل السابقة وبالأمس جوزيفين كنت أتحدث أن لا أحد يمكنه التنبؤ اليوم بما يمكن أن يجري على هذه الحدود. على كل حال بالنسبة إلى الجانب فلسطين المحتلة بهذه المستوطنات، حركة المدنيين يعني المستوطنين لا تكاد لا تذكر، يعني لا يوجد حركة لسيارات مدنية إلا ما خلى بعض السيارات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما يعني نشاهد بالكاميرا هذه من خلف مستوطنة لومطلي، هناك يعني عناصر الجيش الإسرائيلي يتمركزون، لا يوجد يعني حتى كانت في أوقات سابقة تكون دوريات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الاستنفار الكبير إلا أن لا يوجد دوريات للاحتلال على هذا الخط الفاصل ما بين الحدود. جنود الاحتلال كما يظهر مثلا في هذا المنزل إذا تمكننا، في هناك إحدى الخيام بجوار أحد المنازل. أذكر أيضا أن كان سلطات الاحتلال وزير الحرب الإسرائيلي كان طلب في وقت سابق بالأمس إخلاء هذه المستوطنات بعمق 8 إلى 10 كيلو مترات. على الجانب اللبناني هناك دوريات مستمرة لليونيفيل على طول هذا الخط. على مين جوزيفين أن لبنان مع فلسطين المحتلة، هناك يعني قرابة 80 كيلومتر من الحدود، هو خط حدود فاصل طويل. اليونيفيل موجودة على طول هذا الخط، الخط الأزرق، تسير هذه الدوريات المؤللة. أيضا الجيش اللبناني على طول الطريق التي كنا نتواجد فيها هو متواجد يعني ويسير هذه الدوريات. سأري بالكاميرا مثلا يعني هذه آليات الجيش، وأيضا اليونيفيل في الجانب الآخر سمير لو سمحت، هذه إحدى دوريات لليونيفيل تمر بجانبنا في هذا النقطة في لومطلي، أيضا بمرافقة الجيش اللبناني. غالبية هذه الدوريات تتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني. أذكر أن هذه كانت أيضا مسار جدل كبير حصل أثناء آخر تجديد حصل الشهر الماضي لقوات اليونيفيل. هذه الدوريات هي تسعى يعني في إطار ما أعلنت عنه قوات اليونيفيل والطوارئ إلى تثبيت مسألة الهدوء على هذه الحدود ومنع انزلاق الأمور إلى أمور يعني يخشى منها أو أن تنزلق الأمور عند هذه الحدود. إذا هذه إحدى الدوريات. أشير إلى أن يعني الترقب جوزيفين، نقطة أخيرة قبل أن أعود إليك وإلى العميد جابر، أنه اليوم الأنظار تتجه إلى هذه الحدود لأن يعني بالرد أو العملية التي جاءت لحزب الله بالأمس كانت ضمن قواعد الاشتباك السابقة، وأيضا جاء الرد الإسرائيلي في نفس قواعد هذه الاشتباك في منطقة حرجية، لكن أي يعني عمل أو أي توتر على هذه الحدود من شأنه ربما أن تنزلق الأمور إلى مكان آخر. لذلك هناك ترقب، هناك عدد كبير من الأطقم الصحفية أيضا متواجدة عند هذه الحدود تتابع ما يمكن أن تجري. الإرباك والقلق الإسرائيلي واضح على الحدود من الجانب الإسرائيلي جوزيفين، هي تخشى إسرائيل ربما تصعيد أو فتح يعني الجبهات
إضافية لسيما جبهة الشمال، وهذا ما استدعى أيضا إرسال تعزيزات كبيرة برزت لسيما في مستوطنات كريات شمونة وباقي المستوطنات. أرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات كبيرة إلى تلك النقاط. على كل حال لا يمكن التنبؤ بأي سيناريو بأي شيء، وحدها الأيام المقبلة ربما والساعات المقبلة ستكون كفيلة يعني بإيضاح الصورة أكثر. شكرا لك زميلنا رامز القاضي. طبعا احنا رح نرجع لك، رح نتابع معك ومع زميلنا محمد فرحات كمان يلي موجود بمنطقة تانية بالجنوب. شكرا لك، يعطيك العافية. مباشرة استاذ هشام، الدكتور هشام بس اسمح لي، لأنه كمان معنا ممثل حركة حماس في لبنان أو عضو قيادة حركة حماس في الخارج استاذ علي بركة رح ينضم لنا عبر الهاتف. صباح الخير. صباح الخير ست جوزيفين، وصباح الخير للعميد جابر. أهلا وسهلا فيك. طبعا نحن وقفتنا معك يومية بطبيعة الحال وبطبيعة الأحداث والتطورات، كنت امبارح معنا واليوم وغدا. نعم. استاذ نحن اليوم في كلام عن أنه اليوم حققته حماس، وسمعنا حضرتك سيفتح باب المفاوضات أولا على تبادل الأسرى وثانيا على فك الحصار، ولكن اليوم أيضا في كلام وفي هلأ حديثنا مع استاذ هشام جابر أنه يمكن لحماس اليوم أن تفتح مفاوضات جدية على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، علما منا طبعا أنه موقف حماس هو من البحر إلى النهر، هذا هو الموقف المعروف المبدئي لهذه الحركة المقاومة. ولكن بدي أسمع رأيك اليوم، هل يمكن أن تتطور؟ طبعا نحن ما بنعرف مسار الأحداث لحد هلأ، ولكن في شيء تم تحقيقه شيء كتير كبير، كيف يمكن أن يترجم لاحقا لحركة حماس بالسياسة على صعيد الاعتراف بدولة فلسطين؟ أولا لابد أن نوضح أن حل الدولتين ليس مطلبا لحركة حماس. نعم. نحن نريد تحرير فلسطين، كل فلسطين، من البحر إلى النهر ومن الجليل إلى النقب، هذا ليس مشروع حركة حماس. نحن نؤمن بخيار المقاومة لتحرير كل فلسطين. هذه العملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الإرهاب الصهيوني، على العدوان المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. نحن حذرنا الوسطاء وحكومة العدو منذ سنتين ونحن نحذر أن الذي يجري في القدس هو لعب بالنار، أن الذي يجري في فلسطين هو مرفوض من قبلنا. لذلك جاءت هذه العملية لترد على العدوان الصهيوني، وكذلك من أجل حرية الأسرى ومن أجل كسر الحصار عن قطاع غزة. نحن الآن الخطة أو المعركة تسير وفق الخطة المعدة مسبقا بإحكام جدا وبسرية تامة، ونحن نتواصل مع حلفائنا في المنطقة وننسق مع حلفائنا في المنطقة، لأن هذا العدو الصهيوني لا يؤمن جانبه. الآن بدأ رد عنيف على قطاع غزة من خلال قصف الأبراج السكنية، وكذلك من خلال قصف المساجد والمنازل دون انذار مسبق. العدو الصهيوني الآن يرد بشكل جنوني على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. إذا حاول نتنياهو أن يشن حرب برية على القطاع، نحن نقول له أن المعركة لن تبقى داخل فلسطين المحتلة، المعركة سوف تتوسع ولا يعرف عقباها، وعلى حكومة الاحتلال أن تتحمل مسؤولية توسع عدوانها على شعبنا وعلى مقدساتنا. ونحن لن نتراجع، نحن حققنا إنجازات عظيمة منذ يومين، وهذه الإنجازات ستتواصل إن شاء الله. وغلت المقاومة من الأسرى تزداد، أمس زاد عدد الأسرى واليوم زاد عدد الأسرى، عمليات الأسر ما زالت مستمرة، عمليات المقاومة خلف خطوط العدو ما زالت مستمرة، الأمور تسير على ما يرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولشعبنا ولأمتنا نصرا كبيرا مؤزرا إن شاء الله. أستاذ علي عم تقول أنه إذا قام يعني الجيش الإسرائيلي بعدوان بري على غزة ستفتح المعركة ليس فقط في فلسطين المحتلة، قصدك وين؟ يعني بلبنان وين؟ لا يعني أنت شفتي أول يوم الإدارة الأمريكية بشخص رئيسها بايدن تدخل وأعلن انحيازه الكامل للكيان الصهيوني. نعم. وهدد وبلينكين هدد لبنان. نعم. اليوم حركة حماس ليست وحدها في هذه المعركة، قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية، ومن حقنا أن نستعين بحلفائنا. نحن لسنا في جزيرة معزولة، قضية فلسطين قضية الأمة، وشاهدنا أمس
كيف أن تحركت يعني مزارع شبعة، وفي حال حصل عدوان كبير على قطاع غزة كاجتياح بري على سبيل المثال، نعم. طبعا كل الساحات ستفتح، وخلي الأمر مفاجئ للعدو، لا نريد أن نعطي العدو مسبقا ماذا نريد أن نفعل، لكن عليه أن يعلم أنه إذا وسع المعركة ستتوسع المعركة في أكثر من ساحة، وعليه أن يتلقى. ونحن ندرك والعميد جابر حاضر أن هذا العدو لا يقاتل على أكثر من جبهة واحدة، هو نعم. يعجز أن يواجه جبهتين. يعني نحن في يوم السبت، في فجر يوم السبت، أقل من 2000 مقاتل كسروا خطوط العدو واجتازوا خط الدفاع الأول فرقة غزة التي انهارت أمام ضربات المجاهدين. إحنا اليوم في غزة كحماس وحدها عندنا 40,000 مقاتل، استخدمنا في هذه المعركة 2000 فقط. نعم. يعني إحنا لم نستخدم كل قوتنا البرية، لم نستخدم كل قوتنا الصاروخية، لدينا صواريخ مدى 250 كيلو صاروخ العياش. في عام 2021 قصفنا مطار رامون على البحر الأحمر في الجنوب، فإذا نتنياهو فكر أنه في مأمن هو ليس في مأمن، فكيف إذا انهمرت الصواريخ من أكثر من جبهة خارج فلسطين؟ أنا أقول أن هذا العدو يكتب شهادة نعيه ووفاته إذا فكر في اجتياح قطاع غزة. في اجتياح قطاع غزة، بس اليوم التوقعات العسكرية تبعيدكم بحسب الاستعدادات الإسرائيلية، تتوقعون عسكريا عم نحكي دخول اجتياح غزة؟ هو الآن يحشد قوات برية في غلاف غزة، أغلى 25 مستوطنة من غلاف غزة تمهيدا للمعركة البرية، الآن يشن حرب تدمير في قطاع غزة، يستهدف الأبراج السكنية، يستهدف المساجد، المنشآت الحكومية، يستهدف منازل القيادة السياسية. هو لا يستطيع أن يواجه في الميدان، هو شاهد في الميدان كيف أن جنوده إما أسير وإما قتيل، لذلك حتى جنود العدو يخشون الحرب البرية. ونحن نقول لنتنياهو نحن لا نخشى الحرب البرية، ستكون غزة مقبرة لجيش الاحتلال إن شاء الله. كم عدد الأسرى صاروا؟ يعني صاروا أكثر من 100، أكثر من 100 أحياء غير الجثث، غير الأموات صاروا حوالي 1000. نعم، بدك تسألوا شيء. استاذ هشام بده، دكتور هشام بده يسألك لو سمحت. استاذ علي، بسأل. أنا بعتقد متوافقين بالرأي استاذ علي، كل الشعب العربي يحييكم ورفعكم الرأس عاليا وعدت الثقة إلى نفوسنا. كما ذكرت يعني مجموعة صغيرة من مئات الفدائيين الأبطال أعادوا الثقة أن هناك فعلا إمكانية لتحرير فلسطين. ثانيا يعني اسمح لي أقول أنه كل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال 50 عام مع احترام لكل المنظمات لم تنجز إنجازا عسكريا ما أنجزه هؤلاء الأبطال خلال 5 ساعات. ثالثا أنا متوافق مع، وكلنا متوافقين مع جماعتك، مع رأيكم أنه حركة حماس ليس لها رأي بالضرورة أو استعداد بالقبول يعني بحل الدولتين، وبعدين فشل أوسلو كما نعلم. يعني يجب أن نتمسكوا بالقضية الأساسية وبالحد الأقصى للحصول إلى الحد الأدنى. وعسكريا أنت ذكرت حضرتك أنه إسرائيل ما دخلت الميدان بعد، هي دخلت بالقصف الجوي وبقصف الأهداف المدنية. نعم. عندما تدخل إلى قطاع غزة، وكما ذكرتم لم تستعمل المقاومة بغزة إلا أقل من 10% من قدراتها العسكرية البشرية والصاروخية فإذا أنا أعتقد لو دخلت مرارا وفشلت، وبعتقد بداية الأمر لنترك غزة تدافع عن نفسها كما دافعت دائما. وأنا برأيي بلا اشتراك كل الجبهات أولا، لنترك غزة كمان تلقن العدو الإسرائيلي ضمن غزة درسا، يعني بناء الاجتياح مش مجرد اجتياح غزة، بده يخلي الجبهات كلها تنطلق. هون في آراء مختلفة يا أستاذ علي، بتوافقني بالرأي لأنه غزة هو عم بيقول غزة من حقنا نستعين بحلفائنا إذا دخلت إسرائيل بريا على غزة بتفتح معركة لبنان. مين من حقنا؟ أستاذ علي بركي عم بيقول من حق حركة حماس أن تستعين بحلفائها. حتما إلى حق تستعين بحلفائها ووحدة الساحات ما حدا نكرها، والعدو المشترك هو مشترك وهو يهدد الجميع. إنما هذه الساحات
كل ساحة لها إمكانياتها وخصوصيتها. خلينا نسمع رأيك قبل ما أنا بعرف أنه مستعجل أستاذ علي، بعرف أنك عندك اجتماع، بدي أسمع رأيك قبل ما ننهي هذا الاتصال. سمحت لي، إحنا ما عم نفرض على حلفائنا شو يعملوا، إحنا نطالب، نحن حلفاء وهناك غرفة عمليات مشتركة مع محور المقاومة، نحن مع حلفائنا نطالب حلفائنا أن يكونوا على هبة الاستعداد. يعني كما أن أمريكا الآن أعلنت استعدادها لنجدة إسرائيل وأرسلت حاملات طائرات في البحر ونقلت أسلحة من الأردن إلى الكيان الصهيوني، لابد من حلفائنا أن يهزوا العصا للكيان الصهيوني. ورسالة لبنان أمس قوية كانت، أن غزة ليست وحدها وأن المقاومة في لبنان لن تكون بعيدة إذا تطورت المعركة. لذلك نحن نقول العدو هو الذي يقرر هل تتوسع الجبهات أو لا تتوسع. إذا شن مجازر عدوان بري على قطاع غزة طبعا لن تبقى غزة وحدها في الميدان. غزة اليوم تدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، تدافع عن القدس، تدافع عن قضية فلسطين، قضية الأمة. لذلك عميد إحنا لسنا وحدنا، ونحن لا نفرض على حلفائنا، لكن حلفائنا لن يتخلوا عنا. تمام. وهذه معركة الأمة نخوضها نيابة. نعم. عن كل الأمة. أستاذ علي، عم تقول في غرفة عمليات مشتركة مع حلفائكم، هذه غرفة العمليات كانت قبل القيام بهذه العملية يعني من... هذه غرفة العمليات أنشأناها بمعركة سيف القدس 2021. لا أنا قصدي أنا أقصد اليوم في كتير علامات استفهام أنه كيف استطاعت حركة حماس خرق كل أجهزة الاستخبارات. أيه. وأنه القيام بهذا العمل النوعي اليوم، هذا العمل النوعي العميد كان العميد بيعرف أنه هيك عملية بدها تخطيط سري. تمام. ما بدها أي يعني لم نبلغ حلفائنا بساعة السفر، لكن عندما بدأت ما بلغته أبلغنا حلفائنا بعد بدء المعركة. بعد بدء المعركة. تمام تمام. إنها بداية حتى تنجح العملية لابد من تكتم. معلوم معلوم معلوم. هذا بس هذه العملية كانت ليس عدم ثقة، لكن هذا الأمر. نعم. حتى تنجح العملية، لأنه اليوم الاستخبارات الأمريكية فشلت، والإسرائيلية والعربية والفلسطينية الرسمية كلها فشلت في التنبؤ في هجوم حماس على المستوطنات الصهيونية فجر 7 أكتوبر 2023. أستاذ علي معلش آخر سؤال، لأنه اليوم بالتحاليل يعني وقراءة الأحداث منهم من ربط زيارات قام بها مسؤولون إيرانيون إلى لبنان، منهم وزير الخارجية وقاني ولقاءاته معكم ومع حزب الله بالتحضير لهذه العملية. لا، الزيارات روتينية هي لدعم المقاومة في لبنان وفلسطين. إيران اليوم دولة إقليمية مهمة في المنطقة، يعني العلاقة قوية. وأمس الرئيس الإيراني اتصل بالأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة مباركا ومهنئا وداعما. طبعا كل أبناء هذه الأمة سعداء بهذا النصر وهذا الانتصار، لكن لا يوجد تدخل خارجي بتوقيت هذه المعركة. نحن شعب فلسطيني نمر في مرحلة تحرر وطني، أرضنا محتلة منذ 75 سنة، مش بحاجة إلى حدا يقولنا حاربوا أو لا تحاربوا. نحن من حقنا أن نقاتل الاحتلال في الساعة والزمان والمكان الذي نريد. نعم، شكرا لك أستاذ علي بركة على هذا الاتصال، أهلا وسهلا بك. طبعا رح نتابع معك كل يوم هذه التطورات التي تحصل في غزة. تماما. مثل ما قلت بأول الحرقة حضرتك أنه هذه العملية لا يمكن أن تكون حصلت يعني بعلم، لأنه كانت هالقد سرية. تمام. طيب معنا كمان نائب جيمي جابور عضو تكتل لبنان القوي اللي رح ينضم لنا عبر تقنية الزوم. بدك تمشي حضرتك؟ انا بدي اقول كلمتين قبل ما امشي لانه مرتبط بلقاء ثاني. الحرب على لبنان، اذا بتسالي مراسلينك، عندما يعلمون ان المستوطنات في شمال الكيان الاسرائيلي يعني مقابل لبنان اخليت، ساعتها انا بشك انه ستفتح الجبهه الجنوبيه من قبل اسرائيل اولا، او لديها معلومات انها ستفتح من الجانب اللبناني. هيدي المستوطنات، مليون مستوطن لن تغامر بهم اسرائيل. اللي حصل بغلاف غزه كانوا منتظرين انه يحصل من قوات الرضوان الاسرائيليين في حال حصل في لبنان، فقاموا لقوه بغزه. وبعد احتمال يعني دعيوا اهل اللي قاعدين بالمستوطنات، يعني حد لبنان دعيون للمغادره خلال المغادره. في مليون، وين بده يروحوا؟ ما غادر حدا. انا سمعته عم يقول لك حركه قليله، عندما يغادرون جميعا انا بقول لك في خطر حرب على جبهه اللبنانيه. نعم. وبالتالي عم تقول بعدك عم تستصعب يعني انه
يعني يصير في حرب بين لبنان وفتح جبهة. بستصعب كثير. بس مش عم نستصعب دخول اسرائيل باجتياح بري على غزة. بعد هيدي مربوطة بهاي. بس هيدي ما هو جواب وحدة كمان. الساحات دخلت اسرائيل على غزة. صح. عم بيقول لك نحن ما استعملنا الا 10% من لا. قوانا. طيب هلا ما بدهم يبلشوا يدافعوا عن نفسهم اهل غزة؟ اول يوم بدها تدخل اسرائيل على غزه بدها تفتح الساحات كلها. ما بعرف انا عم بسالك انا عم بس هن عم يربطوا الحدثين ببعض اكيد. امل اذا استمرت المعركه وكبرت ودامت واسرائيل جهه مساعدات من امريكا وجاي الاسطول والسلاح وتكبر وتجبر نتنياهو بهالشكل الوحشي وظل يقصف غزه اليوم القصف شيء ودخول اسرائيل شيء اخر. انا قلت لك وانا بعتقد وعلى ثقه إذا دخلت إسرائيل إلى غزة ستنكسر كمان هزيمة أكثر من الهزيمة اللي حصلت من 3 أيام. ساعة إذن لما بيقلك 10% استعملنا نحن خلي غزة تدافع عن نفسها. وإذا استمرت إسرائيل بعدوانها ساعتها لكل حادث حديث. عم نحكي إذا طالت المعركة. شكرا لك دكتور هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات. شكرا لك على حضورك معنا اليوم بهذه الحلقة. أهلا وسهلا بك. حضرتك مضطر تغذرنا. نحن كنا حابين شوي نمد معك الهواء لمتابعة بتمنى بس ناطرين. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بهذا الوقت أنا بدي أنضم ل مسؤول الإعلام في حزب القوات اللبنانية استاذ شارل جبور عبر تقنية الزوم. صباح الخير استاذ شارل. صباح الخير لك استاذ يوسف. يعني اليوم هلا من شوي كنا عم نحكي مع دكتور بلال عبد الله وسألناه عن مسألة الكلام اليوم بالصحف والقراءات حول هذا الحدث الكبير جدا يلي عم بيغير موازين قوى في المنطقة. هلا بنشوف إذا بتوافقني حضرتك أو لا. أنه وحدة الساحات اليوم مرتبطة مش بس بالساحة اللبنانية وأنه في حال اليوم بده يصير في عمل عسكري على إسرائيل إذا ما تخطت الخطوط الحمر في غزة سيكون ليس فقط أو يفترض أن يكون غير محصور بلبنان. بدي أسمع رأيك. طبعا أستاذة جوزيفين من الصعب أنه نقدر نحدد اعتبارا من هذه اللحظة كيف ممكن يكون مسار الأمور وتطورها، لأنه الأمور كلها مرهونة بتطور المسألة كيف رايح. بس لا شك أنه فينا نروح على تقدير أول. بالتقدير الأول اللي أنا أروح معك على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى لا شك أنه نجحت حماس من خلال العملية العسكرية النوعية والمباغت اللي عملتها بأنه تقدر تشكل الحدث وتخطف الصورة. لا شك وقدرت سجلت بمرمى إسرائيل هدف سمين جدا قد يكون بالمرة الأولى ما حدا قدر يسدده قبله بهذه القوة، لا حزب الله ولا حدا. وبالتالي اللي عملته عملت شيء ضخم جدا. هلأ هالشيء اللي عملته هذا شيء ضخم، هل قادرة تستثمره سياسيا؟ أنا بقول لك لا. يعني هل قادرة تكون حماس محل فتح؟ أنا بقول لك لا. هل حماس بدها تصفي هي المفاوض محل فتح عند الفلسطينيين؟ بقول لك لا. لأن ليش لا؟ لأن إسرائيل أكيد أمام هالضرر الكبير اللي لحقته حماس بسلطات بدها تجرب تقتلع كل قواعدها العسكرية وإمكانية إنه هي تقدر تبقى بهذا المحل. اثنين، هل هذا الشيء قادر الفريق اللي قام فيه؟ لأنه أنت أي عمل عسكري بده يكون فيه له استثمار سياسي. إذا عمل عسكري بدون استثمار سياسي بيبقى بهذه المحدودية. ما هو الاستثمار السياسي اللي بدها تروح عليه حماس؟ يعني أنت هل قادرة توقفي المسار التطبيعي اللي ماشي بالمنطقة؟ ربما قادرة تفارملي، ربما قادرة تأخري. نروح أبعد من هيك، ليش مين بعد في معامل تطبيع مع إسرائيل؟ المملكة العربية السعودية اللي كانت بلشت بأولى خطواتها. نعم. هل هذا الشيء بده يخليك تراجع لورا؟ أنا بشك إنه تتراجع. بس هي ربطت هذا الموضوع بحل الدولتين يلي حتى الساعة في قراءة بتقول إنه ما يحصل اليوم في غزة قد يمهد لهذا الموضوع، علما منا طبعا إنه غزة لا تعترف بحل الدولتين. سوري حماس. طبعا لا 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 تقلك شو هلا هذا يلي عملته حماس ما له علاقة بحل الدولتين. اللي عم تقولي اللي عملته حماس هي عم تقول إحنا قادرين. لا شك إنه إسرائيل بقى تعمل قراءتين أساسيتين. القراءة الأولى أنه هي طريقة استكبارها وإهمالها بطريقة تعاطيها مع السلطة الفلسطينية خلت أنه يكون في منظمات مثل حماس وغير حماس موجودين وجهاد وغيرهم.
وبالتالي على القيادة الإسرائيلية تستدرك أنه هي أمام حلين لا ثالث لهما، يا أما بدها تروح على سلام حقيقي يكون في دولتين ويكون في دولة فلسطينية سيدة فعلية، يا أما بدها تبقى بهذا المسار المقاومتي ما حتقدر تقضي عليه. بينما لو كان في دولة فلسطينية فعلا بكل معنى الكلمة، كان صراع حماس والجهاد وغيرهم مع الدولة الفلسطينية مش مع إسرائيل، وبالتالي إسرائيل ارتكبت خطيئة بطريقة تعاطيها مع السلطة الفلسطينية. اثنين، إسرائيل اليوم عندها أمان خرق أمني خطير، بدها ترجع أكيد تعيد ترتيب وضعيتها بهذا المكان، ولكن حتى ما نضخم الأمور أكثر من ما هي بتحتمل، لا شك أنه اللي قدرت عملته حماس عملت شيء استثنائي، بس ولكن هذا شيء استثنائي، هذا ممكن يصير نتيجة تحضير متقن بهذا المكان، بس على قد حدوده. يعني أنا ماني شايف أنه في حدود إذا بدي تغيير على مستوى خرائط الشرق الأوسط. ما حصل في غزة بدأ في غزة وينتهي في غزة. برأيك ينتهي إذا بتريد أوكي لنرجع على لبنان، برأيك ينتهي بغزة ولا ممكن ينسحب على لبنان؟ لأنه اليوم كل الكلام عن أنه في حال اجتاح العدو الإسرائيلي غزة هذا يمكن أن يمهد إلى فتح ساحة مواجهة مع لبنان. وهلأ أستاذ علي بركة كان معنا على الخط ويقول أنه من حق حركة حماس أن تستعين بحلفائها كما تستعين إسرائيل بحلفائها، وبالتالي اليوم أي إمكانية لخرق الخطوط الحمر يمكن أن تؤدي إلى حسابات أخرى. أولا خلينا نميز بين أمرين، إذا طلع أي صاروخ فلسطيني من لبنان حماس أو غير حماس، يعني هذا خرق للسيادة اللبنانية ويجب أن يقمع ويجب أن يلاحق ويجب أن يتم توقيفه. حماس تخوض بنجاح عملية العسكرية في داخل غزة، عليها أن تبقى داخل غزة، وبالتالي هي لا ما عليها إطلاقا أن تحاول توريط لبنان بهذه المسألة. اثنين، إذا حزب الله قرر الدخول، لأنه الدولة اللبنانية لا تستطيع، هي أضعف من أن تقدر توقف حزب الله. هون السؤال، هل إيران بدها تفوت مباشرة بهذه العملية؟ لا يبدو ذلك لغاية اللحظة أن إيران في وارد الدخول في هذه الحرب، بل بالعكس إيران عم تقول أنا ما لي خصة باللي صار، علما أنه ما حدا بيقدر يصدق هذا التدريب وهذا التسليح والأهداف السياسية، لأن الهدف السياسي لا إيران أنه تقدر توقف المسار الطبيعي اللي بلش عم يحسرها بمكان ما. سؤال آخر، هل حزب الله وهو العملية أنت مين بده يفوت غير حزب الله؟ ما في حدا، لشو في غير حزب الله بعد ما في شيء؟ سوريا بده يفوت، بشار الأسد بده يفوت، في حزب الله، هل حزب الله سيدخل؟ نعم. المؤشرات الأولية بتقول أنه الحزب ملتزم بقواعد الاشتباك ولا يريد الذهاب بعد من ذلك، وفي حال قرر الذهاب بعد من ذلك من نزهة لا عليه ولا على غيره. لماذا؟ لأن إسرائيل اليوم هي دولة مجروحة بالصميم نتيجة الهزيمة أو إذا بدك الضربة المعنوية الكبرى التي تلقتها. ولكن هذه الضربة لا تحدودها، ما في شيء اسمه إزالة إسرائيل من الوجود كل هذه المسألة، وبالتالي أمام هذه الضربة القوية بدها تكون ردة فعل منا طبيعية، لأنه هي مجروحة ومصابة بهذا المكان. هل يتحمل حزب الله هذه المسألة؟ هل تتحمل إيران أنه تكون عم تخسر إذا بدك درة التاج تبعها حزب الله بعملية ما بتقدر توصل فيها لمحل؟ ولذلك أنا أعتقد أن لا إمكانية لتوظيف سياسي لما حصل. نعم. أوكي، ما حصل في غزة سينتهي في غزة، حزب الله لن يدخل في هذه المسألة، لأنه دخوله في هذه المسألة يعني عمليا ممكن تصفي نهاية ورقته السياسية، ساعتها عم تروح على إعادة ترتيب على مستوى لبنان، بس هذه لم يكن لها انعكاسات على الدول التي طبعت مع إسرائيل. نعم. وبالتالي المسار الطبيعي سيستكمل بفصوله بالمرحلة المقبلة. سؤال أخير عن الرئاسة في لبنان، الرئاسة اليوم أجلت، شو صار فيها؟ طارت؟ لا سرعت؟ هل أحداث ممكن أن تسرع بالرئاسة؟ لا ما فينا نقول أنه هذه الأحداث ممكن تأثر، طالما الساحة اللبنانية مهيدة نحن عكلنا سوا بحالة إذا بدك يعني عم نتفرج شو عم بيصير داخل الساحة الإسرائيلية بين إسرائيل وبين حماس، وبالتالي لا هذا الموضوع مؤجل طبعا، بطل أولوية لدى القوى السياسية، بطل أولوية لدى اللجنة الخماسية اللي هي عم تتحرك تجاه لبنان، أصبح الكل عم ينظر عن تداعيات هذه الأحداث، لأنه فعلا إذا هذه الأحداث شملت لبنان من بعد بفكر برئاسة صرت بمحل آخر. نعم. بس طالما لم يتورط حزب الله لغاية اللحظة لا، ما زال لبنان بمنأى عن هذا المسار، وبكل الأحوال قبل هالأحداث وبعد هالأحداث اللي صارت بموضوع غزة الموقف صار واضح، خلص الرئاسة دخلنا في ستاتيكو شهور طويل. لماذا؟ لأن حزب الله رفض الخيار الثالث، رفض الخيار الثالث مع قطر، رفض الخيار الثالث مع فرنسا، وبالتالي دخلنا في ستاتيكو شهور.
كيف يمكن أن يكسر هذا الستاتيكو؟ هو السؤال، هل يكسر من خلال هذه الحرب إذا امتدت إلى لبنان؟ هل يكسر من خلال وضعية سياسية بالداخل؟ هل يكسر من خلال قرار خارجي؟ لا ندري صراحة، بس أكيد دخلنا في ستاتيكو شهور، والتفكير يجب أن يتركز كيف يمكن كسر هذا الستاتيكو من الخارج للداخل. نعم، شكرا لك استشار جبور على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك. بدأت أقف مع فاصل إعلاني قصير كتير وبنرجع لمداخلة أخيرة مع نائب جيمي جبور عضو تكتل لبنان القوي. عودة لكم مشاهدينا بهذه المداخلة الأخيرة بهذه الحلقة مع النائب جيمي جبور عضو تكتل لبنان القوي. صباح الخير أستاذ جيمي. عم تشارك كنت بلجنة المال بمجلس النواب، رح ما رح ياخذ من وقتك كثير، بس ملفت جدا كان كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امبارح يلي بيقول فيه ما يحصل في فلسطين جنبنا مؤامرة كانت بدأت معالمها تتكشف في المتن، حيث شهدنا في ساعات قليلة أحداثا مركبة من أشخاص معروفي الانتماء الحزبي يفتعلون المشاكل مع السوريين بأب ضباط من بعض الأجهزة الأمنية. بدك تفسر لي شو معنات هذه التغريدة وشو علاقة ما حصل بفلسطين بمؤامرة بالمتن؟ لا طبعا يعني مش بالضرورة يكون في علاقة مباشرة بين ما يحصل في غزة وما يحصل في لبنان، ولكن ما كان يعني ما كان نبلش انه يحصل بلبنان هو بالفعل مؤامرة، لانه اللي كانوا نايمين يعني بطيلة السنوات الماضية اللي كانوا نايمين ومش فايقين على انه في نازحين بلبنان وفي عدد كبير من النازحين وفي خطر من جراء هذا النزوح، افاقوا بين ليل وضحاها على تصرفات واساليب من التصرفات لا تليق لا بلبنان ولا باللبنانيين، ولا تعبر اذا بدك عن اسلوب حضاري وعن طريقه توصل إلى ما كان ما في ملف النازحين. أما ما حصل في غزة فطبعا بما أنه أخذ كل الأضواء من كل الساحات، فهذا الموضوع لذلك يعني وصل الوزير باسيل بين الحدثين أنه هذا الأمر غطى على كل الأمور الأخرى وجعل أي إذا بدك مؤامرة أو غير مؤامرة غير قادرة أن تسلك الآن في الساحة اللبنانية. طيب هلأ بمناسبة الموضوع السوري في اليوم كتير كلام عن أنه خطابكم السياسي هو الذي أدى إلى تأجيج هذه الأمور يعني، وهذا حديث آخر بعدين إذا بدك ترد عليه باختصار شديد قبل ما أسمع رأيك بموضوع وحدة الساحات اللي كمان كان في لكم رأي في مبارح أنه أنتم خطابكم السياسي يلي جال الوزير جبران باسيل على كثير من المناطق اللبنانية وبكل المناطق كان عم بيصعد بشكل مباشر على النازحين مية بالمية، ولكن نحن مش عم نصعد ومش عم ندفع المواطنين للتصرف هني بحق النازحين، مش عم نقول إلا أن الدولة تطبق القوانين بما خص عملية النزوح القائم والأجهزة الأمنية تطبق القوانين والقرارات الحكومية بما خص المعابر والدخول الى لبنان، لذلك يعني نحن لم نتوجه يوما الى المواطنين ولم ندعو المواطنين الى التصرف من تلقاء نفسهم بما خص مساله النزوح، هذه النقطه. الدور على البلديات وعلى اجهزه الدوله على وزاره الداخليه وعلى كل الاجهزه الحكوميه للتصدي للتعاطي غير القانوني مع ملف النازحين ومع الاستباحة الكاملة لسوق العمل اللبناني ولكل إذا بدك المقدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللبناني. اثنين، الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأمن العام عليهم أن يتصرفوا بما يمليه عليهم القانون وأصول إذا بدك مهماتهم يلي هي تقتضي منهم أنه يتحولوا إلى حرس حدود. نعم حرس الحدود هو مش شيء عادي، حرس الحدود هو المهمة الأساسية للجيش والمهمة الأساسية للقوى الأمنية أنها تحرس الحدود أنها تحميها وأنها تمنع الدخول والخروج العشوائي عبر معابر معروفة إلى لبنان. طيب استاذ جيمي بدي انتقل مباشرة للكلام عن وحدة الساحات، كان في كلام امبارح لألكون رسمي بيقول انه طبعا التضامن مع فلسطين والمقاومة في فلسطين، ولكن بمسألة وحدة الساحات لكم موقف مختلف، ما هو؟
طبعا يعني مسألة وحدة الساحات، احنا يعني عبرنا عن موقفنا من هذه المسائل بالسابق وعبر كل الفترات السابقة. نحن لبنان متضامن أولا، يعني خلينا نعبر عن الفرحة يلي عم تغتمر كل اللبنانيين وكل العرب بما خص الشعور بالنصر اللي خلونا المقاومين بغزة نشعر فيه نتيجة العملية الكبيرة اللي تمت ونتيجة الانتصار اللي تم ونتيجة الانكسار والهزيمة الإسرائيلية الواضحة اللي ما لا إسرائيلي عم ينكرها ولا أي حدا تاني بالعالم عم ينكرها. لذلك يعني نحن أولا فرحين لما تم في غزة، فرحين لكسر الصورة النمطية الإسرائيلية اللي هو كان بيعتبر نفسه جيش لا يقهر وبيعتبر نفسه انه هو جيش يعني لا يقهر ولا يهزم. فنحن بنعتبر انه انكسر كل هذا التابو، ولكن بما خص لبنان نحن بنعتبر انه القضيه اللبنانيه والمقاومه في لبنان معنيه فقط بما يحصل في الاراضي اللبنانيه. ونحن يعني اليوم بعد كل الأثمان اللي دفعها لبنان عن القضية الفلسطينية وعن كل القضايا العربية، لبنان اليوم بمرحلة وبمكان لا يستطيع تحمل أي أثمان جديدة تدفع على مذابح القضايا العربية. بس أنتوا كتيار سياسي، كحزب سياسي وكجمهور كنتوا حاضرين بقوة في حرب تموز، وكنتوا من اشد اذا بدك المناصرين، وكنتوا اي حرب تشن على لبنان نحن، اي حرب تشن على لبنان نحن من المدافعين عن اللبنانيين ومن المدافعين عن لبنان وعن الارض اللبنانيه اول الناس رح نكون نحن. ولكن هون يعني عم بفصل، حرب تموز كانت حرب، كان في اسرى لبنانيين، كان في عمليه عدوان تمت من اسرائيل باتجاه لبنان. لبنان ما بادر إلى القيام بالدخول بالحرب. نحن اليوم نعتبر أنه أصلاً الموقف المأخوذ اليوم من حزب الله هو موقف عقلاني، وهو الموقف إذا بدك يعبر عن الموقف. بس اليوم في كلام عن أنه في حال صار في غزو إسرائيلي لقطاع غزة هذا الموضوع يمكن أن يحرك حزب الله من لبنان. أنا بتحفظ على أنه هذا الكلام رد عليه، لأنه لم يصدر كلام رسمي بهذا الخصوص. هذا كلام صحفي أتى بسياق إذا بدك التحليلات الصحفية، لم يكن كلام رسمي. أنا اليوم بس بستغرب، يعني بدي سجل استغراب لا غياب الحكومة اللبنانية ولا غياب القيادات اللبنانية. اليوم ما في رئيس جمهورية، ولكن في رئيس حكومة، في رئيس مجلس نواب، في حكومة لبنانية عم تجتمع على الطالعة وعلى النازلة، على العمال وعلى البطال. ما شفتها اليوم اجتمعت واخذت موقف. يعني نحن اللبنانيين مفترض بهيك ازمات ان نكون خلف الحكومة، ما نكون نحن عم نملي على الحكومة او نسبق الحكومة بالمواقف. نعم. راح صوتك. بدي اشكرك استاذ جيمي جابور. هلا بدي اسالك عن الملف الرئاسي، برايك تم تجميده؟ بس بدقيقه واحده لو سمحت، هل يمكن القول بانه دخل لبنان بشغور رئاسي؟ راح الخط. شكرا لك استاذ جيمي جابور على هذه المداخله، اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعه، بعد شوي في موجز اخباري، الى اللقاء.